السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله خاتمة الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقادو سلي لون كما كتشوفوا معايا، لون او زميطه ولا كل واحد كيفاش كيسميها بلادو. وسيلو نرجعوا لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، نقدم لكم المقادير ديال السكينه ديالي. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الفورس محمر في الفران، عندي كيلو ديال الجنجلان تاهو محمر في الفران ومطحون، طحنت النص ديالو ونص خليته صحيح، وكيلو ديال الكاوكاو تاهو محمر في الفران مطحون، المهم ما مليتش بزاف. عندي ربعه ديال اللوز حمرتها حتى هي غير في الفران، سلقتها وحيدت هذيك الشلفه وحمرتها غير في الفران ما قليتهاش في الزيت. وعندي سكر كلاصي، عندي ثلاثه ديال سكر كلاصي، عندي واحد شويه ديال الزعتر، عندي نافع حبه حلاوه حتى هما مصحدين ومطحونين، عندي ثلاثه ديال العسل، عندي واحد شويه ديال الزبده كما كتشوفوا نوع جيد، وعندي زيت العود تكون جديده وما تكونش مجهده ليها ريحتها، عندي واحد شويه ديال الملحه، وعندي معلقه صغيره تقريبا ديال القرفه، عندي الكوزه نص كوزه كبيره محكوكه، وعندي مسكه الحوره حتى هي مطحونه. كما كتشوفوا معايا غادي نجيب الزلافه فاش غادي نخلط هاد العناصر ديالي كاملين. ها انتم معايا، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وكنتمنى ان شاء الله هاد الحلقه تعجبكم، تعجبكم هاد الفيديو. هانتوما كما كتشوفو معايا غادي نبدا بالدقيق، غادي نبدا بالدقيق. بسم الله، الدقيق ديالي غربلتو مبقاش فيه داك الحبيبات، غادي نزيد كاع هاد سميتو، غادي ندير اللوز وغادي نزيد الجنجلان ديالي احسن. المهم غتحاولو تخلطو في شي اناء شويه يكون كبير، الا كتبغي تخدمها تخدمها مزيان باش تخلط، حاولو تخدموها في شي حاجه شي شويه تكون كبيره. المهم انا غادي نشارك معكم سميتو، وغادي نعاود نغطي بشي ملح كبير. غادي ندير القرفة ديالي والملحة، والسكر، السكر غادي ندوزو في الغربال باش تحيدو له ديك الحبيبات، سكر كلاصي، كما كتشوفو معايا كيكون هو داير ديك الكويرات، نغربل هاد شوية ديال الزعتر كيفما كتليكم حتى هو غنغربلو. وهاد النافع وحبة حلاوة غنغربلهم، مسكة هاد المسكة والبوزة، وغنسيب هاد الشباط،
غادي ندير نص كيما قلت لكم في هذه الباكيه هذه. المهم حاولوا ديروا الشكلاط يكون حلو. ندير حفيره باش نخوي هذوك السوائل دابا ان شاء الله. غادي ندير العسل ندير الزبدة بسم الله بركة الله. كنتمنى البنات تجربوها كتجي غزالة هادي السليلو كيجي غزال كلو كيفاش وشنو كيقول لي شي كيكون سليلو شي زميطة شي كلو كل منطقة وشنو كيسميوها فيه. نتمنى يعجبكم السليلو ديالي الزميطة ولا المهم كل شنو كيسميه. المهم غادي نحاول نخلط هاد العناصر ديالي كاملين المكونات ديالي باش ينسجمو وكل نحاول نخلط وغادي نبدا نزيد ديك زيت العود شويه بشويه شويه بشويه. المهم انا ما غاديش نديرها كلها غادي نرميها شويه بشويه حتى نشوف القياس اللي غيقدني. كما كتشوفوا معايا راه بدات كتعجن شويه. نحاول نخلط السيلو ديالي مزيان وغادي نتلاقاو باش نشوفو كيف جا. نحاول نغطو فشي اناء كبير شي شويه الشكل النهائي ديال السليلو ديالنا كما كتشوفوا. صراحة حاجة غزال كنتمنى تجربوه كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. المهم غادي نقطع عليكم واحد شوية باش تشوفوا نقطع عليكم واحد شوية كيجي معلق وزوين. كنتمنى تتبعوا الفيديو تاع الاخر. صراحة كيجي معلق حاولوا تجربوه. كيجي زوين وسهل صراحة وحاولوا تجربوه. ما تنساوش ديروا اللايك واشتراك. هذا فضلا وليس امرا. نشكركم على متابعه ديالي في القناه ديالي والله يعاونكم نوصفوا ان شاء الله.